مشروع الطريق السريع الاجتنابي الرابط بين شرشال وسيدي غلاس بولاية تيبازا مشروع يكتسي أهمية بالغة لتخفيف الضغط على الحركة المرورية. نسبة الأشغال به بلغت 98%. وزير الأشغال العمومية والنقل وفي زيارته التفقدية لهذا المشروع شدد على ضرورة المراقبة الأسبوعية لسير الأشغال. هذا المشروع ينجم يكمل من نوفمبر. أعطيت أمر باش المديرية مكلفة بالمشاريع هذا يزوروا هذا المكان أسبوعيا، وتكون المراقبة المتابعة ومكتب الدراسات ومكتب كيقولوا المخبر لازم يكونوا امبليكي. مشاريع الأشغال العمومية سيتم بعثها حسب الأولوية مع التركيز على مناطق الظل، هو ما أكده وزير القطاع. هنا في الولاية أكثر من 400 منطقة، ولكن نقوم بها هذه في أقرب وقت، لأن عندنا التزامات باش نحلوا جل ماشي يعني ما تكون كل المناطق دل، ولكن الأغلبية منها نفتحوها إن شاء الله في أقرب وقت. وهذا اللي ما تطلبش قلت لكم لا أموال ولا عتاد كبير. وبمدينة تيبازا تفقد شعلي مشروع حماية وتهيئة الواجهة البحرية الذي انتهت الأشغال به. وبخصوص مشروع الميناء التجاري للوسط الحمدانية بشرشال أكد الوزير أن المشروع سيتم عرضه على الحكومة لإعادة دراسته من مختلف جوانبه.